مساكم زين، مرحبا بكم. نتقابل معكم اليوم الاثنين كما العادة، نبدأ معكم شهر جديد، أسبوع جديد، نبدأ مع بعضنا اليوم 2 أفريل في موعدنا اليومي كما تعودتوا بنا من الاثنين حتى للخميس. نتقابل معكم في ساعتين من زمان، برشا أكتواليتي، برشا فقرات. نبدأ أولها بالأخبار نتاعنا اللي تجينا من الجرايد ومن الإنترنت، ونعطيكم زادة فكرة على أحوال الطقس. صباح النور مالك حسين محرز، نهاركم زين. مرحبا، نهاركم زين. دونك نبداو مع مالك، أخبار الجرايد نتاعنا اليوم، اليوم اثنين، عطينا أهم العناوين وأبرز ما فما. أكيد فما عودة على الويكاند. حبيت نبدأ بخبر محالة مش باهي برشا، اللي اليوم آخر حلقة معانا محرز إن شاء الله. دونك أبارتير من غدا باش نقعد أنا وحسام وأنت كهو فاتن في ليميسيون. توفيق لك محرز، تجربتك جديدة إن شاء الله. عندها ديكالاج هورير. حبيت سيدة المخرجة أمال كان صورت محرز ل ترجع وجهه أحمر وعيني دمعة أسبوان محرز والله ما ودي أتم أسمع كملت معاك معناتها ديكالي ما حبيتكم ما فوتش عليك بوسان دهري محرز تحياتي اللي عملته فيه في الأوف هكذاك في المباشر. نبدأ بجريدة المغرب في اللون نتاعها، نحكيو اكيد على الاجتماع اللي قاعد يصير في تونس اللي الانظار الكل متوجهت له، ممكن الانتظارات من الاجتماع هذا على غرار عدد من الاجتماعات اللي صارت في تونس. في العيون نتاع جريده المغرب نلقاو تونس تحتضن الاجتماعات السنويه لمجموعه البنك الاسلامي للتنميه في دورتها 43. رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المغرب يقول نعمل على تشجيع التحول النموذجي في التنمية. الاجتماع هذا كما قلت مهم، علاش فاتن؟ لأنه المتدخلين اللي فيه اليوم نحكيه على 57 وزير اقتصاد ومالية من بلدان الأعضاء، وفيه مشاركة تقريبا 2000 مشارك. أكيد معناها منذ الانطلاق نتاع البنك هذا من 1975 تم تمويل أكثر من 35 مشروع بتونس. مهم معناها فاتن معناها الإيفينمون هذايا واختيار تونس اليوم باش يتم فيه الاجتماع هذايا، مهم مع الوضعية الاقتصادية الصعيبة، مع الرهانات اللي تعمل فيها تونس، مع الإصلاحات الكبرى، مع البرنامج الاقتصادي. لكن أنا حبيت ناخذ من أنجل أخرى الموضوع، لأنه شفت تفاعلات مع متاع عدد من الزملاء على مواقع التواصل الاجتماعي ودي ستاتو. ثم صحفيين اليوم وقت اللي يتنقلوا يعملوا في ياخذوا في ليزانترفيو مع عند الضيوف وكل، حكيوا على الخدمات، على السيرفيس، على ممكن النزول كيفاش يتم التعامل اليوم، جودة الخدمات نتاعنا كيفاش نعطيو صوره ايجابيه اليوم للضيوف نتاعنا. للاسف مازالت خدماتنا، خلينا نقول واحنا قادمين على موسم سياحي اليوم مهم ومهم جدا، قطاع كامل لازم اعاده نظر. نعرفوا كيفاش نحتضنوا الضيوف من البلدان هذوما، نعرفوا ثم شخصيات رسميه، نعرفوا ثم ناس اللي اليوم اذا كنت اختار تونس غدوه كي بتجي تنجم تجي مش في اطار العمل ولا مش في اطار مهني، تجي في الاطار السياحي. يعني طريقه التعاطي والتعامل ممكن هذا اللي حبيت زادك كيف نحكي عليه اون باراليل، انه ثم كواليس مع علاش تضحك محرز؟ لانه ثم كواليس مع التظاهرات هذه. محرز تم مصدوم بالخبر. انا بيجي مستغربه، خاطر في العاده معناها نوعيه من ليزيفينمون هذوما هكا والضيوف هذيا يكونوا في احسن ليزوفيل اللي عندنا في تونس. علاش قلت لك؟ شفت الحقيقه ما حضرتش وما مشيتش وما شفتش، لكن شفت قراءه لبعض الزملاء المختصين في المجال الاقتصادي واللي تنقلوا، وهما سمعوا الضيوف معناها البعض من الضيوف هذوما اللي عملوا بعض الملاحظات. هذاك علاش لازمنا اليوم معناها خلينا نقولوا كل ايفينمون ناخذوه من الجوانب نتاعو الكل، نعرفوا كيفاش نترتيو، ما نركزوش على الجانب. ما نعرفش انا اذا كان نمشيو محاضرات والجانب الاقتصادي والاهميه نتاع الايفينمون هذا وننساو لي ديتاي اللي هما ذوكم يعملوا الفارق، لانه تونس نهار اخر بالنسبه للضيوف هذوما تولي وجهه سياحيه، مش يجيوها على اساس معناها اجتماعات والا لقاءات مهنيه اكهو. نوصل مع نرجعوا الاشاره انه خاصه حكايه معناها تصنيف النزل في تونس، فما برشا نزل تقع 5 نجوم و4 نجوم، المخدمات نتاعها ما تجيش حتى 3 نجوم، دونك اعاده تصنيف ليزوتيل نتاعنا هذه نقطه يلزم تتراجع. اما زاد في الاثناء انا نستغرب الحقيقه، على خاطر من المفروض معناها نوعيه من ليزيفينمون هذوما يكونوا يتعاملوا مع نزل معروفه باسمها ومعروفه بكفاءه البيرسونيل نتاعها، دونك نستغرب الحقيقه النوعيه هذه. معروفين على الشيل معناتها كونتيننتال والشيل ناسيونال معناتها انترناسيونال اللي هما نزول معناتها من غير ما نسميهم حتى في الكلاسمون نتاعهم في الرانكينج معناتها، على خاطر هو احنا ما نمشيوش باللي موجودين اللي يعطيهم معناتها المواقع التونسيه، نمشيو مثلا بالتريب ادفايزر اللي هو يعطي معناتها تقريبا للمسافرين حول العالم الكلاسمون نتاعهم باهي. تبقى في حكايه تقييم النزول مشكله ريال موجوده، حتى مديرين النزول يحكيوا فيها الموضوع هذا. التقييم نتاع النزول يرجع الى التسعينات معناتها، تو ما عادش فما في تقييم النزول في بالك، ما ياخذوش اون كونسيديراسيون معناتها حكايه انه النزل اسكو فيه سبا ولا اسكو فيه ويفي ولا
اسكو ايكيبي معناتها بالمجرد لي نورم جدد ما همش موجودين. هذاك علاش لازم اعاده التقييم لاعاديد النزول لانه فما برشا نزول كلاسي 5 ايتوال مي هما ما يجيوش 2 ايتوال. كان فما نزول كلاسي 3 ايتوال ما هما لي سيرفيس نتاعهم باهيين برشا معناتها الناس يكونوا صحيح. هذه مشكله من المشاكل معناتها اللي موجوده. واكيد انا قلت لك انقلت ممكن التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي شوفوا نتاع الزملاء الصحفيين المختصين في المجال الاقتصادي واللي يكونوا اقرب للضيوف وقت اللي يحكي معاهم ثم احاديث ولا حوارات جانبيه هي اللي ممكن يقولوا لهم الكلام هذا. في جريده صباح الاسبوعي في صفحتها الثامنه تهديد باعتصام مفتوح امام قصر قرطاج والولايات اصحاب التاكسي الفردي الجماعي النقل الريفي واللواج يصعدون. اليوم علاش فاتنا ممكن تصعيد هذا؟ نعرفوا اللي كان مقرر عندهم اضراب وكان تم تاجيله، لكن اليوم وقت اللي ليله 31 مارس يخرج اجراء جديد بالزياده والترفيع في اسعار البنزين ومعناها ترفيع ب 50 مليم اللي سمعنا به الناس الكل واللي اثار حفيظه العديد من معناها المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا كانوا يتبعوا في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك علاش معناها ما تمش اعلامنا من قبل كل مره زياده. اليوم اصحاب تاكسي الفردي والجماعي وكل انواع التاكسي يقول لك احنا المستهدفين الاولانيين من الاجراء هذايا مع ممكن المطالب الاخرى اللي كانوا تقدموا بها وكان حذر بحذانا فاتن ممثل على التاكسي الفردي. اكيد التصعيد اليوم يقول لك التوجه الى قصر قرطاج والا مقرات الولايات بالنسبه للتاكسيات في الولايات الداخليه على اساس انه ثماشي ما يوصل صوته من الصباح زاد جيت مع تاكسيس زاد معناها نحكيو في نفس الاطار هذا يقول لك ما قينا حتى حل ما سمعنا حتى حد وزيد اليوم تصير الزياده يعني وكانه كلامكم معناها مش مسموع بالكل. هذاك علاش ممكن هذه خطوه تصعيديه نتمنى انه الحوار يكون هو سيد الموقف ونتمنى ان ما تصيرش التحركات هذه تصعيديه. والزيادات ديما بقدره قادر تصير ديما في نص بعد نص الليل في الويكاند وقت اللي وسائل الاعلام المغربيه البرامج كل وقفه تحس هو لما حاله برشا خذوها معناتها علاش اختاروا الوقت تاع بريمي افريل لانه باش يكون نوع من الصدمه برشا يقول لك لا هذه يقول لك باسون افريل حاطين سي يولي الامر الوقت ولا العباد لانه زياده حتى اللي ما عندوش سياره كيف حالتي انا مثلا باش يخلصهم تاكسيات من بعد باش يخلصهم بعد تاكسيات يخلصهم ترونسبور يخلصهم في كل الحالات معناها باش تتاثر وهذه زياده ثانيه على فكره زياده ثانيه في عام معناتها سافوار شنو مازال اخر وقبل كنا نزيدوا بال 10 فرانك بال 20 فرانك توا 50 فرانك اي حاجه تشجع باش ياخذ كهرباء بالاخص بعد ما نحاول حكايه لا هي بعد اسعار الكهرباء اصلا ما عادش تشجع الامور باش تاخذ كهرباء معناها درجيه تعز حل رو في الاوروب رو الناس معناتها وصلوا درجه متطوره والكوفاتوراج زاده كيف ماهيش ثقافه ياسر موجوده عندنا في تونس. انت تعمل نافيت ما فماش شكون يهبط معاك من بنزرت كل يوم شفت هذا اسمه كاسبياج نتاع طاقه وانرجي ممكن خاطر وقتي انا ما يتوافقش تهبط بكري برشا بالضبط ما يتوافقش فما دي باج فما دي جروب في الفيسبوك فما دي جروب تاع كوفاتوراج التوانسه اللي عندهم يعملوا نافيت ما بين الولايات دونك ينسقوا مع بعضهم ويتشاركوا في الترانسبور والا مثلا الجمعه هذه في كرهبه حسام الجمعه الجايه في كرهبه مليك ونعملوا بيسكو نفس التراجي فما بروجي معناتها نورمالمون باش يديماري شهر شهرين اخرين في تونس انه حكايه يكريو البسيكل الحكايه هذه موجوده في الاوروب يتعاملوا بها معناتها برشا معناتها بالضبط كيما في فرنسا في باريس كيما في فرنسا تدفع مونتو معين تاخذ بسكليت تقضي بها قضيتك وتعاود ترجعها وترجعها في بلاصه اخرى معناها فما برشا محطات باش يحكيو مره قالوا باش يكون موجود المشروع هذا هو موجود مي ديماراج باش يعملوا معناتها بعض المحطات النموذجيه وان شاء الله معناتها ذكرتني فيه ان شاء الله يكون ضيف بحذانا ان شاء الله نجيبوه باش يبداوا بعض المحطات النموذجيه الاكثريه باش يمشيوا معناتها خاطر فما البيست سيكلابل باش تبدا دور لازم يكون فما بيست معناتها مخصصه للشيء هذا باش يبداوا منطقه البحيره بحيره العوينه المرسى وبعدك باش يبداوا يتوسعوا حتى نص نهار اخر تولي في مونتاليتي نتاع توانسه وما نساوش في وقت من الاوقات بالنسبه للعاصمه قلب العاصمه اللي يعيش ازمه كبيره نتاع ضغط مع برشا كياسات مسكرين باغ سيكوريتي معناها لو كان تحكي على الكياسات اللي دايرين بالسفارت فرنسا سفارت ايطاليا سفارت امريكا في البحيره معناها وزيد عليهم ما تلقاش وين توقف الكهرباء دونك تنجم يكون حل من الحلول لازم لازم ارساء ثقافه كامله لازم بالحق معناتها المواطنين اول حاجه تحترم اشارات المرور بسكليت مع مترجلين معناتها بالحق باش تكون مساله صعيبه برشا احنا ربي خذلت هي تروتوار هاو خذوها سي تروتوار ماش فما تروتوار اي صحيح به ملك نواصلوا مع نوعيه اخرى من الاضرابات والاحتجاجات اليوم وقت اللي اعوان التاكسي الفردي يعلنوا قبل بمده والا خلينا نقولوا اساتذه التعليم الثانوي يعلنوا قبل بمده راهو ثم نواميس ومقاييس للاضرابات والاحتجاجات راهو ثم دينار معناها لازمك تعلن على الاضراب نتاعك وقتاش مقرر باش الناس تكون على بينه لكن وقت اللي يكون اضراب فجئي راهو ينجم يخسرنا برشا فلوس ينجم معناها مصالح الناس تتعطل هذا اللي صار مع الاضراب الاخير بالنسبه لشركه اعوان
اعوان باعوان شركه الشحن والترصيف في اللاوين نتاع جريده البيان، نفذوا اعوان شركه الشحن والترصيف اضراب عشوائي يزيد في خسائر البلاد. ثم برشا بالحق ماهمش فاهمين الكونسيبت نتاع الاضراب. اليوم راهو مش اللي يحك راسه يعمل اضراب، راهو لازمك تلتزم بمقاييس معينه تعلن الاضراب نتاعك على ضوء الاضراب. ممكن ثم تحركات وثم نقاط من قبل تبدا بهم تدريجيا، من بعد اذا كان كخطوه اخيره معناها ما لقيتش صار البلوكاج من حقك، هذا حق دستوري يكفل الدستور. اما فما مده لازم تلتزم بها، اما انك كيما في قطاع مهم كيف ما الشحن والترصيف يعني كي تعمل اضراب عشوائي من نوع هذايا نشوفوا قداش خسرنا من ملايين معناها في النهار. في الاثناء سامحني محرز، في الاثناء فما قانون ينظم الاضراب وفما قانون يعاقب اللي يتجاوز القانون اللي ينظم الاضراب. هما عملوا اضراب عشوائي، ماذا بينا زاده لو كان المسؤولين يقطعوا النهار هذايا مش شهريه والا يمشيوا مش نهار في تصعيد اكثر. تفهم انت كيفاش تعمل الشركات هذوما؟ فما البيناليتي دروتار اللي هي اكثر برشا من انه مثلا النهار تاع الاضراب. كل حاجه يقعدوا يخلصوهم بعض من اموال المجموعه الوطنيه، نفس الشيء اللي صار لنا قبل في الفوسفات، انه تبدا عندك دي كونترا مع عباد وتعطيهم مثلا مش في الوقت نتاعهم، ماشي نورمال باش تخلص الخسائر نتاعك تكون اكبر من المصداقيه نتاعك باش تمشي. اي اما الخسائر تتكبدهم البلاد صحيح، اما في الاثناء الموظف والى العون اللي تسبب في الاضراب هذايا وفي التاخير هذا وفي البيناليتي هذايا لتونس زاده هو يلزمه يتعاقب باش يعرف المره الجايه يلتزم بالقواعد نتاع الاضراب. هو حق صحيح، اما زاده قوم بواجبك واحترم البلاد واحترم مسؤوليتك وخدمتك، ومش ديما معناها راهو العون والى الموظف هو اللي عنده الحق. انا نتفق معك، وفما حاجه اخرى معناتها تصير في القطاعات الحساسه هو تسخير مجموعه من الاعوان بالحق باش ما تصيرش اللي كان يحكي عليهم كيما عملتوا الاضراب نتاعكم نتاع الميتيوز بالضبط. اما كي يبدا هكا معناها فجاه يمكن حتى دوله والى المؤسسه ولا شركه ما تاخذش الاحتياطات نتاعها. ما نعرفش فجاه ولا سمعت هو عشوائي بما انه عشوائي ما تمشي الاعلام عليه، فجاه منظم ما تمش الاعلام عليه مسبقا فصار الاشكال هذايا معناها فجاه. خاطر وراه تصور معناتها بالجوجل مابس معناتها يوريك الباتويت العالقه، ما خذوش لوتوريزاسيون باش يدخلوا لتونس وكم ياخذوش لوتوريزاسيون، فما قداش من نهار روتار وفما روز نتصور كان جاو في بالهم. فما برشا شركات تستنى في السلعه نتاعها وكما قلنا من بعد تتكبد هي الخسائر وغيره. واحنا نحب نوليو البوابه نتاع افريقيا ونحب نوليو معناتها نحكيو على التجاره الحره. لا علينا، نختم برقم مميت للاسف. فاتنا شروق صفحه الثامنه، تسبب في وفاه 4500 تونسي التلوث بلا رادع. نحكيو على ظاهره معناها مشى وتكبر في بلادنا. بلغه الارقام خلينا نعطيكم، 4500 تونسي توفوا في 2015 بسبب تلوث الهواء. اي نعم، معناها اللي نحن الحاجه نستهينوا بها. 4500 تونسي بحسب الارقام اللي قدموها فيما يتعلق بانهيار القطاع البيئي منذ الثوره وتراجع اداء اجهزه الرقابه في ارتفاع نسبه التلوث. 27 هي مرتبه تونس العالميه في التلوث كما صنفت الثالثه في افريقيا، معناها متقدمين لكن في التلوث للاسف. في التلوث 300 مليون مكعب من المياه المنزليه المستعمله تنتجها تونس سنويا. هنا نحكي زاد التلوث بكل انواعه، الهواء الماء معناها تلوث السمع يا مان، نمشي لك المحطات نتاع تسمع كل انواع التلوث. وهذا اللي يقول لك يساهم في انتشار تلوث امراض. السمع يمكن ما يقتلش معناها فيه وعلي، اما تلوث الهواء يعمل امراض كيما امراض القلب، السرطان، ضيق التنفس، الى جانب تصاعد مخاطر يقول لك التغيرات المناخيه. هذه كلها اسباب مسببات. نشوفوا الامراض المزمنه المنتشره فاتن يقول لك زاده تنجم تكون سبب من اسباب التلوث اللي هكريت معناها بلغه الارقام 4500 تونسي ينجموا رقم كبير في العام، وهذا رقم مخطير ومخيف. واحنا 27 عالميا ماناش دوله صناعيه. اي صحيح. ترى شنو 27 عالميا معناتها يمكن قبل برشا من البلدان اللي هم بلدان مصنعين بالاساس. مع ذلك تلقانا معناتها الوضع البيئي اللي موجود في قابس، معناتها الاخوه ساعات يوريوني الشط نتاع قابس كيفاش كان وكيفاش ولا شيء يوجع القلب. حتى صفاقس صار نفس المشكله بلا برشا معناتها مناطق في تونس للاسف الشديد معناتها العباد سكتت، اعطينا جوست ندخلوا فلوسك هو ما تعرفش بيئيا شنو هي المضر اللي هما يمكن المسؤولين اللي وقعوا على اتفاقيتهم اللي قبلوا معناها هيت كما قلت انت نخدموا ناس ونحلوا مواطننا شغل، لكن المواطنين في الاثناء يحتجوا مواصلين ديما يتكلموا كما شوفوا ديما تحركات في قابس. شفنا تحركات زاده في بنزرت، مدخل بنزرت انت يسوفي تتعدى منه تشم ريحه الغاز في قابس معناها فما مشكل كبير في برشا ولايات، ومع هذا باقي مواصلين ساكتين عليه. به نمشيو لاحوال الطقس. معايا محرز نكتشفوا احوال الطقس. انا نشوف الجماعه كلها صيفت
اي ما خاطر اليوم اكتشفت انا جانب جديد في شخصيه ملاك. قعد لي خمس دقائق باش يرد عليا. كيف فارور القنطوس؟ بارك الله عليك، ذكرتني براوف كوكا اليوم معناتها بالحق. كيفاش؟ مشروع نتاع كاميرا خفيه. هي كاري بعد ما قالت لك خرجت هكا عن قدك كيما يعمل راوف كوكا في اخر في اخر كل كاميرا كشي. في رمضان في رمضان في رمضان اي باهي باهي. الناس صيفت باعتبار انه بالحق ارتفاع درجات الحراره هو اللي باش يميز الوضع الجوي اليوم وغد. نحكيو على هبوب رياح من القطاع الجنوبي واللي تميز بحركه كبيره اليوم اخر النهار واللي سرعتها متوقع باش توصل حتى ل 60 كيلومتر في الساعه في المناطق الساحليه. غدوه ممكن تكون مثيره محليا للرمال والاتربه في مناطق الجنوب. البحر اليوم يكون مضطرب الى شديد الاضطراب واليقظه تبقى مطلوبه بالنسبه لخيلنا البحاره. واليوم نحكيو على تجاوز درجات حراره المعدات العاديه اللي تميز انطلاقه شهر افريل. تقريبا اليوم الحراره القصوى نتوقعوا باش تكون في مستوى 26 درجه في تونس العاصمه، 25 في زغوان، 24 في اقصى الشمال في بنزرت، 23 درجه في نابل. بالنسبه للمناطق الشمال الغربي تشويش تشوشوا تشوشوا. اسمع بالفوسكه وليت انا ومالك نحكيو قاعدين يتبعوا فيك. مثال مركزين معاك نكمل نركز انا مع الطقس. بالنسبه للمناطق الشمال الغربي اليوم توقعوا حراره قصوى توصل 27 درجه في جندوبه في الكيف، 26 في بيجه في سليانه. مناطق الوسط نتوقعوا 27 في القيروان، 25 في سيدي بوزيد، 23 درجه في القاسرين، 21 في المهديه، 23 في المنستير و24 درجة في سوسة. وفي مناطق الجنوب اليوم نتوقعوا 25 في قفصة، 27 في توزر في قبلي، 21 في صفاقس، 24 في قابس، و26 درجة في مدنين وفي تطاوين. غدوة تقريبا درجة الحرارة مش باش تبعد برشا على حكيته اليوم وممكن توصل حتى ل 30 في أقصى الجنوب، لكن يقابل الارتفاع هذايا أجواء نسبيا باردة خاصة في المرتفعات الغربية. اليوم في بازا جندوبة سليانة والكاف نتوقعوا درجة الحرارة الدنيا باش تكون دون العشر درجات، رطوبنا من انخفاض درجة الحرارة مساء وارتفاع ظهرا. هذا ممكن نصيحه نقدموها للناس اللي تبع فينا في احوال الطقس في منوعاتنا الصباحيه. يعطيك صحة محرز. دونك فقره الطقس تلقاوها بعد شويه موجوده على صفحه البرنامج في تونس، وتلقاو زده على الوطنيه ريبلاي البرنامج نتاعنا وكل برامج القناه الوطنيه. نمشيو مع حسام. حسام ساعه شنو احوال الصفحه نتاعنا؟ سبا قاعدين نتبعوا نشوف الاكتواليتي ناخذوا اراء العبيد وان شاء الله معناتها اللي بعثونا ان شاء الله باش يتبرمجوا تباعا، لانه معناتها اللي حاج يحب يتعدى معنا عنده مشروع ثقافي عنده فكره عنده موهبه قاعد يعملها ولا عنده اي جمعيه يحب يحكي عليها مرحبا بالناس الكل، لانه برنامج في تونس هو للتوانسه ومن التوانسه. تبقى انه يبعثونا ميساج بريفي ولا يعملوا كومنتير معناتها في اي واحد من يبعثوا بكري شوي خاطر انا شفت اللي فما ساعات ناس يبعثوا قبل بنهار بنهارين من ليفينمون اللي عندهم، دونك راه ما نخلطوش نبرمجوهم الحقيقه، ما حتى فنانين قاعدين يبعثوا ورسلناهم وان شاء الله يكونوا موجودين حوالينا، دونك يعطيهم الصحه على ثقتهم في البرنامج وتواصلهم معنا. والاهم من هذا الكل انه عرفنا التوانسه معناتها عندهم برشا الحاجات النوستالجيه معناتها يشيخوا برشا على الحاجه التونسيه ومهما كانت معناتها والاغنيات التوانسه القدام عاملين سكسي كبير والسكتشات التوانسه زاد القدم ومعناتها المسرحيات هذوما كل سنه تنعديهم باش يكونوا موجودين بحضنا في البرنامج. باهي نجيو توا للاخبار اللي نتاع اخر 24 ساعه مانيش باش نحكي على بوسون دافريل لان الحكايه دي فاسينيها ولو انه مسدد باش يحكي عليها حبيب طرابلسي من بعد باش يعطينا اشهر خمسه كذبات افريل في التاريخ معناها. خليكم معنا حبيبي جيم بعد شويه يعطينا كذبات افريل. اكيد عندي فكره على بعض الكذبات معناتها حاجه تعمل كيف. انا باش نحكي توا على تونس معناتها تونس اللي هي الاخبار الايجابيه اللي باش نهدوا به الاولاني. تونس مع تركيا ومع اليونان ومصر رجعوا كاحسن البلدان اللي باش تكون هي الوجهات السياحيه لسنه 2018. بلدان هذوما شنو صار فيهم؟ كلنا نعرفوا انه معناتها اللي صار عمليه ارهابيه فما اللي عندها صار لها كريز ايكونوميك كما اللي صار في اليونان فلست بلاد كامله، معناتها المشاكل هذوما الكل تعداو خذاو دول نتاع جنوب شرق اسيا كان خذاو معناتها بعض من المرشي السياحي توا ما يصح الا صحيح عاود رجع مره اخرى والمرشي التونسي باش يعاود يستقبل برشا السياح ان شاء الله يكون عنده تاثير بالطبيعه على شنو بالنسبه للتونس خاطر زاد راهو كي تفرح بالتوريست حتى التونسي يدفع معناتها نعرف انا خدمت في الميدان السياحي وعندي برشا معناتها ممكن حتى التوريست تو ولاو يصرفوا اقل من التوانسه نعرفوا اللي التوانسه بالحق فاتن مع العطله مع السياحه نتاعو يوصل ياخذ دي كريدي اعطيه يتفرهد في الصيف اما المعاملات فاتن تختلف اليوم وقت اللي نلقاو سائح اجنبي كيفاش نتعاملوا مع صحيح هذا باهي لانه وجه البلاد ولازمك تعاون في السياحه نتاعك اما التونسي وكانه كانت ساعات حس كانك عامل عليك مزيب رغم اللي التونسي اللي متزيري هما اللي انقذوا الموسم السياحي في فتره من الفترات معناها ساعات تو اليوم نشوفوا التوريست
يجيب معاه ستيكة الماء من برا من نزل، ما ياخذهاش من نزل. والتونسي صدقني يصرف اكثر من السائح الاجنبي. علاش لازم تكون نوع من المساواة في التعامل؟ ثم زاده ثم اللي الحقيقه ديما اللي نرجع ونقول راهو كي يبدا معناها نزل معناها دو او نيفو تلقى المعامله كيف كيف، خاطر اي بالنسبه لي هو انت تخلص داخل خلص كيف كيف. الملاحظه دي صحيحه معناتها لانه فما الونيفو يعرف لي كلهم معناتها يعامل الناس بنفس. وبالعكس معناها انت الحريف اللي اقرب انك ترجع من الحريف الاجنبي اللي قد يكون دو باساج مره وما عادش يجي. التونسي عنده مود كود معروفه في الحكايه هذه، هي كلمه بقلة له. هو مش مشي يتفرهد. عرفتك اللي معناتها يخرج الفلوس معناتها يصرف الكل وحين اليوم وقتلني غدوه. وذاك الشيء يمكن اللي هو مش موجود عند الفرنسيس اللي يقول لك الغيب يعطيك ما في الغيب. قد تلقاه يحسب يقول لك كان عند التوانسي. اما زاد فما التوانسي اللي تجي تلقاه يفطر مثلا يعمل ريزرفاسيون فوتيل يعمل لك اللوجمون بتي ديج بتي ديج يفطر نتاع جمعه ويهز معاه للشامبر. وي 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 لا علي فما موجود اسمع في كل بلاد هذيا. انا مشيت معناها في رحلات مع اجانب ولقيتهم اكثر من التوانسه يعملوا ديك دي ساندويتش ويهزوا كاسكروتات نفطروا الصباح. دونك هذا ماهيش حكر على التوانسه راهو، هي ما صدقني انا ما عملتهاش وقتها كتونسيه وعملوها اجانب في البلاصه اللي انا موجوده فيها. دونك ما تظلموش التوانسه برشا راهو. ليه انا حكيت على الفئات الكل، ممكن مش لازم نحكي على الفيون روز كما قالوا لي وترى في الدنيا محليها وكذا. الدنيا محليها صحيحه، ما نحكيو على البيه ونحكيو على الخايف. اوكي انا نشكر فيهم، وهو اذا فيهم شو يخرج للشارع في كويت يتصرفوا معاه حتى سمعت باش يفرحوا بيا من بعد. هذا كان خلطنا باش نجم نمشيو للوتله في ظل الظروف اللي موجوده توي كما تعرف على اقتطاع حتى ل 2029 يا ذنوبي معناها. ربي تستر ربي تستر. به الصوره باش تجي من بعد من نحكيو على مستقبل جمال. اش بيه المستقبل الجمال يجيبوا بطوله عالميه من بطوله يجيبوا بطوله موناكو دوليه للرجبي اللي هي بطوله معناتها رينومي مونديالمون مع منتخبات كبيره ياسر اللي قاعدين يكوروا كونترهم منه ممثل اسكتلندا. معناتها لهنا باش نحكي حاجه الناس يتبع الرجبي وانا نتابع في الرياضه تاع الرجبي معناتها من قبل انه ديما الراو نتاع بالخاص نتاع الجمال عندها قاعده جماهيريه رجبي في تونس عندها برشا ناس مقرون. وكان المرحوم سفيان الشعري كان جوهر قبل نتاع الرجبي وكان يوصل حتى ليكيب ناسيونال. اما قبل كانوا يتبعوا برشا الرجبي ويتبعوا برشا الكره الحديديه ويتبعوا برشا البوكس ويتبعوا برشا الكباش. انا نحكي معناتها على الرياضات اللي انا نتذكر وانا صغير كانوا العباد مغرومين بها. توا الكره الحديديه ايه كانت كمال اجسام زاد قبل زاد كان برشا معروف موجوده توا ما عادش توا نتاع انستغرام. قبل نحكيو على قبل مش على توا معناها قبل 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 كان كمال اجسام حاجه ياسر اون فوغ خارجه كيما توا الكوارث كانوا عندنا بتالك. اما فينا نحكي على الرجبي انه لي جون هذوما نتاع بالاخص نتاع جمال اللي هما منطقه جمال معناتها معروفه في الرجبي ديما يهزوا بطولات العالم. وينهم بعض؟ في المينيم تلقاهم، في الكادي تلقاهم، في الجينيور تلقاهم، في السينيور يندثروا جمله. تولي من بعد تشوف جنوب افريقيا تهز بطوله العالم، ديما تهز بطوله العالم جنوب افريقيا، تشوف في كيبات اخرى في نيوزيلندا، تشوف مثلا في ايزلندا، تشوف في جمعيات اللي هي يمكن زعما علاش؟ ما فماش دعم ما فماش دعم بديت كل الرياضه هذه ولا السويفي هو اللي الناس معناتها بالاخص كي تلقى دي جون مغرومين كما حتى في الهوند في الهوند نتاع الكابون معروف الكابون الناس مغرومه ياسر في الهوند الوطن القبلي ومعروف ما يوصلوا كمان في ليكيب ناسيونال تلقى برشا من الكابون تلقى اما فما جمعيات معناتها كلمة ما يوصلوش. انا نتذكر قبل كانت الميدا كانت جمعيه كبيره برشا نتذكر البوسته زاده كانت جمعيه كبيره برشا كانت عندها في الهوند وين الباسكيت الزيتونه زاده يظهر لي الزيتونه الزيتونه نحكيو على الفولي ونحكيو على هذوما جمعيات وينهم علاش لانه الدعم والمتابعه والاكثر من هكا في موضوع دوسي تو ان شاء الله نهار يتحل اللي هو دعم الشركات دعم الشركات للانديه الرياضيه. سيوتيك كانت تدعم قبل في نادي الاولمبي للنقل خرج جوارات من اقوى معنا في الرياضه التونسيه. انا ما نفهمش برشا في الكوره ما نعرف اللي سيوتي سيوتي والملاسين ريمنجم تاع مويل اي صحيح. ومن بعد كان الشيمينو كان يدعم في نادي الشيمينو خرج جوارات كبار معناتها هذيك اسم بركه حسين القابسي تفهم كل شيء. هو فاتنا في المناطق الشعبيه واللي بالحق معناها وضعيه اجتماعيه هشه على الاخر قلت لي توفر لهم مناخ كما دار شباب ولا توفر لهم فضاء وين يعملوا فيه سبور تشوف الطاقات اللي خرجها خاطر بالحق معناها هذوكم في عوض اللي توا كما قاعدين نشوفوا نسبه الاجرام اللي قاعده ترتفع في المناطق الشعبيه هذيك قاعدين نشوفوا تصاور مش حلوه بالكل من المناطق هذيك خاطر ثمش اسباس اخر يحتضنهم باش يمارسوا فيه اكل خلينا نقولوا الطاقات نتاعهم دونك يلقى روحه ديكو في الشارع وينجم يعمل حاجات اخرى خايبه. فكره اليوم اذا كان يعموا معناها دور الشباب والا ليزيسباس هذوكم كما كان قبل في الملاسين خرجت اسامي ما هي اسامي اللي انا قلت لك مش فارس
سين برشا نحكي على سين، نحكي على جبل جلود، نحكي على منزل بورقيبه، نحكي على قفصه، على ام العرايس، معناتها فهم برشا بلايص كنت تخرج في جواريت وجواريت معروفين على الاخر ونيفو انترناسيونال، معناتها مش تونسي كهو. وكان تقبل في وقت من الاوقات ما نتفرجش في دوك وقت على الحكايه هذه، انه كل حومه كان عندها البوكسور نتاعها. كانت الملاكمه كل حومه تخرج بوكسورها، معناتها يعملوا تورنوا بين الحوم من بعد. يا حسره كانت فما، اما راهو لازم ارساء الثقافه هذه، معناتها لازم كي تكون فما دار شباب لازم حتى العائلات يهزوا اولادهم لدار شباب. انا مره بعد ثوره مشيت طليت على صاحبي في بلاصه في الجم، نلقى دار شباب عاملينها يبيعوا فيها في ليسونس نتاع الكونترا، تصدمت. مكتبه عموميه ودار شباب والله يبيعوا فيها معناتها في ليسونس، وقلت وين الرقاب؟ كيفاش مؤسسه معناتها اللي هي عموميه بلاصه تابعه الدوله تصير فيها الممارسات هذه؟ هما فما برشا عاودوا رجعوا معناها يخدموا، فما مراقبه، فما خدمه عليهم، يمكن زاد ماهوش بالحجم المطلوب توا، زاد نوعيه ليزاكتيفيتي اللي تلقاهم في دور الشباب وغيره. شفنا دار شباب نموذجيه اول ما بدينا في حي التضامن، نتمناو انه يكون هذايا الكل موجود. مشى دشنا وقت السيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله تتعمم اكزاكتومون. واحنا نحكيو على الفوت توا، الفوت ما عادش تلقى تيرانات معناها مسيبين البرة في الحومه يلعبوا ولا بطحه معناها كاريمون باش تلعب فيها. توا الناس كل عملت تيرانات في كل نهج في كل حومة، والله مشروع ناجح وقاعد هو ناجح، لكن مش الناس كل عندها فلوس باش تحط اولادها بالفلوس معناها. كمان سامحني انا نحب نكور، نحب نعمل تكويره. قبل كنا نكور بلاش، توا التكويره ارخص بلاصه تنجم تكور فيها معناتها العبد ب 5000 فرنك وعندك معناتها وقت معين ساعة. ساعة. قبل تكور من الصباح تو في العشيه ما تفضلش معناتها الفرح نتاع الكوره يفهم. صحيح. لا نمشي نتعديو من بعد، خلينا نتوفى الاخبار الايجابيه. نهنيهم الاشبال على دكتور، نهنيهم بالطبيعه ان شاء الله ان شاء الله يكون فما سويبي. وزاره الشباب والرياضه تعمل في اطار معناتها الاستراتيجيه الوطنيه تكنولوجيا المعلومات، قررت انها تعمل حاجه جديده اللي هي الرياضات الالكترونيه. اي السبور الالكترونيك، الناس اللي تراهم في كل حومه قاعدين فوالا اللي قاعدين يلعبوا في البرو، اللي يلعبوا في الفيفا، اللي يلعبوا في التيكن، اللي يلعبوا في كونتر سترايك، مع تقريبا الالعاب الالكترونيه ولات موجوده بارتوت وفي الحومه الكل. باهي جدا انه الجامعه تكون فايقه بالحكايه هذيا، وباهي جدا الوزاره انه تقرر قالت لهم اللي يحب يعمل جامعه واللي يحب يعمل جمعيه مجال في الميدان هذايا ما عليه كان يعمل مطلب وكذا ورخصه وشهاده علميه واحنا نجم نعاونوه. هذه مهمه جدا معناتها انه ترى الناس على الاقل فما ناس قاعده تتبع في الشيء هذي، لانه عندنا برشا ناس مغرومين. وانا نذكر عملوا وقتها دورات نتاع كره القدم البرو هذيك، معناتها جاو من العالم الكل هزوها تونس خاطر مغرومين ويعرفوا يلعبوا توليت مع هذه مع مصارفين بها في العالم، وفما شكون يحط فلوس معناتها على الناس دي سبونسور، على الناس قاعده تلعب باش اللي بعد بالجمعيات نتاعهم كل شيء. اللي هي ماهيش سهله راهو من بعد كي تدخل في الاحتراف يلزمك استاجيت ويلزمك كل يوم ساعات معينه ويلزمك تريني معين وتقرا لعبه بسيكولوجي وبرشا حاجات. صحيح صحيح ماهيش صعب. نمشيو الاخبار اللي بعد. الاخبار اللي بعد الصوره تجينا نتاع فيلم هاك باش نعملوا بيبليستي من تو ليام نيسون، واحد من اشهر الممثلين، عمل فيلم تايكن اللي كل مره يخطف كل مره جزء ايفان جزء جديد مع ظفر العابدين في لافي لافيش تاع العيون نتاعو. في بالي البطله اللي ما غادي زوجته توفيت في جزء من الاجزاء معناها في تايكن كات ولا ما نجمش نحكم ما تفرجش فيه معناتها ما نجمش نتبعها فوالا معناتها فما كم تاع اللي في تركيا واللي موجود في كل مره في بولونيا واللي لا في البانيا في برشا بلايص مع هدف العابدين يظهر لي خطوه نحو العالميه مع ممثل كبير كما ليام نيسون وتتحط في لاي في لافيش هو موجود صحيح مع ظفر العابدين موجود من قبل في الفيلم اللغه الانجليزيه لانه هو اساسا مقيم غادي في انجلترا وعنده معناه نجم عنده كل مقومات العالميه والنجوميه علاش ليه معناه ظافر عربيا معناه وحتى في تونس ينجم عالميا زاد النقطة نتاع حكايه اللغه الانجليزيه هذه راهي مهمه جدا برشا ممثلين عالميين وعندنا في تونس برشا ممثلين من اعلى طراز مشكلتهم اللغه الانجليزيه ما تكونوهاش يجيو راهو برشا افلام باش يتصوروا في تونس مي تلقاهم ما يحكيش اللغه علاش مثلا احمد الحفيان نجح البر لانه احمد يحكي لغات معناتها علاش مثلا عمر الشريف نجح برا خاطر عمر الشريف كي سالوه قال لهم انا واحمد زكي احمد زكي خير برشا من هنا وعنده موهبه اكثر مني مش كنتوا ما عندوش الانجليزيه بانك عنده الانجليزيه وحقق نجاح عالمي ومبروك الظفر عابدين هذاك علاش الباب مفتوح اليوم للظفر عابدين ثم الممثل المصري زاد اللي طالع عمرو واكد عمرو واكد يعطيك الصحه معناها بالحق قاعد يخدم في خدمه كبيره وبرشا شبهوه بعمر الشريف يقول لك ممكن هو في طريق النجوميه كيفه بالضبط لانه عمل برشا ادوار حلوه انا عادش قلت لك راهو ظافر عنده المقاومات الكل فات لانه الاشكال
الاولاني المعضله الاولانيه هي اللغه الانجليزيه، وبالنسبه لموهبه التمثيل بالنسبه لي هو راهو ما كانش مشكل، معناها هو من قبل يعيش خارج تونس، دونك بالنسبه لي هو عادي. أما مش أما هو يمكن العائق هو كان اللهجه المصريه، ذاك علاش اول دور عمله في مصر كان دور بكوش، عمل به اون سيزون وبعد تاقلم بالحق وبعد نلقاوها ان غون سوكسي مع هند صبري. دونك على الحقيقه هو بالمقلوب يمكن هو عنده اللهجه العربيه هي اللي كانت مشكل. ما نحبش انت عديهم كنا عليه بما يكفي. تو تونس تاخذ المرتبه الاولى في المهرجان العالمي للخبز، تذكر الربط المباشر للعمليه مع مراسلينا في مدنين، حكينا على اللي مهرجان العالمي للخبز. ثانيا فما تنبيره في الحكايه هذيا انه كيفاش تونس خذت الجائزه الاولى معناتها في الخبز الجربي، على اساس فما جربه اخرى في فرنسا ولا فما خبز جربي في بلاصه اخرى، وهذه معناها برودوي لوكال ما ينجمش يكون عندنا منافسين برا. اما راهو معناتها ناحي كل شيء تونس جات الاولى قبل معناتها انجلترا وقبل ليبيا وقبل برشا بلدان اخرين. اما راهو التوانسه والخبازه التوانسه معروفين في العالم، نعرفوا في فرنسا كيف صار خباز الرئيس كواش الرئيس بتفهم انت، معناتها كان مستوى معناتها معروف عند التوانسه وهذه معناتها مش جديده. بالصوره اللي بعد صوره ايجابيه جينا من جوره الترجي الرياضي التونسي اللي مشاو عملوا زياره لعاطف تخيلي لاعب حارس النادي الرياضي الافريقي تعرض لاصابه فم طاح وخشم اصابه متكسر. معناها الحقيقه بصراحة حاجه خارج. توجع على الاخر تشفي على الاخر لانه لطف عليه شفت جيستك كما هكا معناتها هذه هي الروح الرياضيه هذه هي الامور الانسانيه قبل الرياضه وقبل الالقاب وقبل غيره. مع العلم فاتن الجوارات راهم في التيران ماكلين بعضهم وضرب وبعد تراهم راني انا قداش من فرصه جاتني اني نشوفهم كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، لكن شنو يقعد راسخ عند الجمهور كي راك الجوار هذاك ضرب الجوار نتاع جمعيته وتولي الكراهيه وهذاك يسب في هذاك وتولي برغم اللي هما في الدنيا راهم اصحاب وان فان كونت راهم في ليكيب ناسيونال وكان تراهم كيفاش يخرجوا مع بعضهم معناها ماذا بينا هما حتى ليماج نتاعهم سور تيران خاطر هاي تصويره من التصاور اللي قاعده تفسخ شويه الافكار هذه اللي عند الناس اكيد اكيد بالاخص بعد اللي صارت واللي توفى ذاك الشيء على ربي على مشجع نادي الافريقي يعني ربي يرحمه هزوا الكنال معناتها وهذه حاجه من الحاجات اللي تصير معناتها بعد كل عركه في الجروبات ما عادش عركه بين جمعيه او فلوس على كل شيء في انتظار ان تثبت التحريات اسكو عركه بتاع جروبات بالحق ولا كما قالوا هم. الصوره من بعد جينا عند البطل العالمي وسام الملولي في بين اللي هي كذبه افريل قال في تصريح لموزايك قال انه خذا رساله من الجامعه قالت له انه وقع طرد هو سامي الملولي جاب القابل تونس معناتها يظهر لي اكثر واحد معناتها بعد القامودي معناتها جاب القابل تونس وكنا نعرفوا معناتها شنو يعطيها علاش ما فماش اسباب لم يوضح بالنسبه لي هو لم يوضح نستناو الرد نتاع الجامعه بالطبيعه خاطر برشا ناس قالوا يطلعش وسامي الملولي فدلك معناتها بوسون دو بريس يحير في اسمه شويه وسامه ما يستحقش باش يحير في اسمه حاجه كما هكا ما نعرفش يضل لي معناتها الحقيقه ما تفهمش انا وياه على كذبه تبريل هذايا على كل معناتها باهي نستناو اكثر توضيح على خاطر هكا معلومه معناها شيحه ما فيهاش تفاصيل ما نجموش هذا المعلومه ما نجموش نقولوا تجي ولا ما تجيش خاطر ما نعرفوش شنو معناها كان ينجم يكون هو غلط يحكي دونك نستناو توضيحات نحكيو على تصريح عمل البوز معناتها نستناو حتى كان معناتها هو نجم نقولوا معناتها في سنه تقاعد وسي ما عادش نجم يكمل وكذا وفما دي جون خير منه وكل شيء سهرة بتاع تكريم يتلم الناس كل شوية نوار السلام عليكم باي باي سهلة الحكاية معناتها اعطاها برشا الرياضة التونسية ما فماش علاش يخرج كما هكا إي لما طرد معناها كلمة في انتظار طرد كلمة ثقيلة في حد ذاتها نفهم شنو يسار باهي نختم مع صورة جينا من غزة من قطاع غزة الصورة هذه نتاع بنايه هربة من في احتفالات اللي قاعدين يحيوهم بذكرى يوم الأرض على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية نراو البنيه هربه من الكرتوش نتاع الصهاينه نتاع جنود الصهاينه خاطر غاديك القمع عندهم راهو مش بالغاز ولا بالمترك كرتوش اكيد ما يفدكوش لهنا اللي صاير انه جماعه يجريوا معاها ويحميوهم شادين يدين بعضهم باش يحميوها من الكرتوش اللي قاعد يصير حتى كان صارت كرتوشه ولا حاجه تجي في واحد من اولاد هذوما. الصوره هذه اثرت في برشا ناس معناتها من الاف بي صوره دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ودارت حتى معناتها في التويت نتاع برشا من المؤثرين في معناتها في العالم وفي الصحافه العالميه قالوا هاو قمع المظاهرات في كيفاش يصير في دولة الكيان الصهيوني قمع نتاع صغار فلوس صغار معناتها ماهمش معناتها تشوف كيفاش وشوف كيفاش الناس قاعدة تعاني كل يوم يظهر لي من صورة مؤسفة للأسف الشديد. صحيح هو المساج واضح معناتها هذايا بالنسبة في تقديري الشخصي وفي قراءتي للعالم الكل معناتها المساج هذايا كونه المرأة غالية برشا على الرجال في المجتمعات العربية معناتها بالحق المجتمعات الغربية اللي في بالهم هما سبقونا بأشواط فتخيل انت اربع رجال قاعدين يحاميوا على مرا برك معناتها ويفديها بروحه ما فماش تعليق خير من هذا يفديها بروحه بلا قال لك حتى كان بيجي كرتوش على حاجه تجي فيها هذه معناتها احسن صوره نجم نختموا بها اخر واهم ما قيل في مواقع التواصل الاجتماعي بالطبيعه فهم بحر
نحكيو على الفيسبوك نحكيو على برشا حاجات. تو غدو نعطيكم فكره على الارقام الماليه للشركات التقنيه. اللي فما ثلاثه شركات كهو عندهم الناتج الداخلي الخام تاعهم مع بعضهم قد دول الخليج مع بعضهم كل ثلاثه شركات امريكيه. باهي توا غدوه نشوفوا الامور هذه بلغه الارقام كما تقول ملاك. يعطيكم الصحه. دونك هذه كانت اخبارنا والاكتواليتي بالنسبه لليوم. باش نمشيو مع بعضنا الكافون اللي باش يقولوا لكم صباح الخير نهاركم زين. ومن بعد نرجعوا يجي بحدنا الشيف انيس اذا كنت تحبوا على الغوسات نتاع اليويو. خليكم معنا حضروا لقاء وستيلو تاخذوا الغوسات بعد شويه. وفي الانتظار زاده زميلتنا ناديه رتيبي اللي باش تكون معنا من القصرين نحكيو على الحلفه واهميتها في الصنعه التقليديه نتاعنا. خليكم معنا راجعين بعد كفو. يو مان يا ماتون يا فتح ويا رزاق صباح الخير نهارك زين ماشي بثنيتي خدام عالصدرك بالعلامين ماشي نسي نهار البارح والايامات اللي مشاو يلا حكاية كيما هي من يسوى يتعداو ماشي حتى شي مصار كيف العادة ناخل كار مرسكي لابد من الخلاص ربي يستر من الروتار ماشي خدام كونتراكتي نحب نعيش بالحلال أما عارفي شرب لي عرقي كوكتيل ارجع
رجعنا معكم كفو، قالكم صباح الخير اللي التحق بنا توا. نذكركم هذا برنامج في تونس، نتقابلوا معكم كل يوم من الاثنين حتى الخميس في ساعتين من زمان فيهم لاكشواليتي، وكما كل نهار اثنين يكون حاضر معنا شيف من اللي شيف اللي يكونوا موجودين في البرنامج. دونك اليوم حاضر بحضنا شيف انيس. صباح النور، مرحبا. نهارك زين؟ الحمد لله. انا قلت لهم غوسيت اليويو، جيت هنا نلقى قرن غزال، محشي التتاوين، كل واحد كاش يسميه. قلت لي انت راهي نفس البات، اما نجموا نبدلوا به. دونك هات نبداو بالبات اسونسيلمون اللي كيما قلت انت تنجم تكون اليويو وتنجم تكون القرن غزال. فوالا سي لو ميم برانسيب، سي اون بات بخميره وتتقلي وبعد عندك شحور، تحضر شحور وبعد سي لو ميم برانسيب. اسكو نفرسيوها، اسكو نعملوها دي جوجونيت ولا نعملوها مدوره؟ اي لا فورم يويو معروفه، سيكو مدوره ومنقوبه في الوسط. لا بات سي تري تري سامبل، جوست ريسبكتي كيلكو ايتاب دي ايتاب. ناخذ صحفه باهي، نكيلو كاس، اشتر زيت معناتها ويل دو مايس ولا فهمت، وشتر زيت زيتون. هذا سي ايسونسيال كونه شتر شتر، لازم زيت زيتون وحده سنو تجي قويه ياسر قويه في المطعم. دونك ونحطوا مع اربع ضم دو ساشي نتاع لوفور نتاع جاتو. هذوما حاجه هذا الاولاني معناتها الحاجات الليكيد نخلطوهم مع بعض، وكاس اخر حليب. باهي داكوغ، معناها كاس حليب، كاس زيت، زيت مخلط، شتر زيت زيتونه وشتر شتر نباتي، اربع عظم وجوز ساشي خميره. اي دو بريفيرونس ديما الخميره نحلوها في الليكيد من الاول. وبعد تجي الفرينه. باهي وبعد نصبوا الفرينه بشويه بشويه ونتبعوا الكونتيتي نتاع الفرينه بارابور الكونتيتي تاعك هي 1 كيلو. باهي سوغ 3 ايتاب، معناها نصب ونقعد نعجن بيدي ونصب لين في الاخر. ما تخافوش خاطر البات تجيك تلصق، معناتها ماهيش عجينه كومباكت، لازمها تكون هكاك. دونك تخليها ترتاح شويه اونفيرون 20 مينوت ومن بعد خاطر عجنتها بيدك. دونك يديك سودا كلها بات تمسحها والكل، جوست تحط شويه فرينه على يديك وتعاود تلمها تولي سهله تمشي معاك. سي اون بات مول بلوز او موان طريه شوي، طريه وراها فهمت. نحلوها ومن بعد يا ناخذوا حتى صحفه هكاك اللي نقصوا دي روندي وبعد اون برون، عرفتك البوش الدويه، البوش تاع لي باتيسي. فما كل دوي نجم تنقر، معناها تحط تقص سيركل صغير في الوسط. اي الزيت شوف اون جينيرال راهو اهم حاجه سيكو الزيت لازم يكون سخون، لازم يكون ديبار شو سخون. كي تحط البات الاول باش تسير كشوك باش تنفخ. اي ومن بعد متاكد كون لازم نقصوا في الغاز، معناها تيب افو تري دو فهمت، سينو خاطر باش تيبنا من برا وتقعد معجنه من الداخل، وتقعد معجنه من الداخل. دونك لازم تيب تاخذ وقتها باش تيب توتون ساشون زوج تجي مزيته زاد. اي فهمت، معناتها تبعوا من الاول لازم ديماراج شوك من بعد تخليها شويه وجوست تعمل اون كولوراسيون من الفوق تقلبها. بعد ما تقلبها شنو نعمل؟ نخرجوها بابي ابسوربون. اي معناها بعد بابي ابسوربون نحطوها في الشحور. الشحور اللي هو ديريكتومون وهي سخونه كابلو ليون نشحروها. نشحروها باهي انت بالعكس خاطر فما تمبيراتور معينه تشرب جوست اللي حاجتك بيه بالضبط من الشحور، معناها مش برشا ومش شوي، معناها قد قد بريفيرونس تبدا في انت ناحيتها ابسورب ناحيت لها شويه الزيت نتاعها تحطها لها في الشحور. الشحور اون ريجل جينيرال يبدا احنا نقولوا بون احنا كاس ماء كاس سكر داكوغ باش يعمل ايبوليسيون يبقبق. احنا نقولوا بون تكنيكمون في 118 درجه سي ان سيرو يفوت 125 دوغري يدخلوا في ليتاب تاع الشعور. مي ما لازموش يفوت 130 انه يعطي امرتو يتحرق. دونك يولي اقرب للكراميل يظهر يولي صحة. فوالا دونك احنا بون مش الناس الكل عندهم ترمومتر بالعين نجربوا. هو السوفي يبدا ياخذ اون ليجير كولوراسيون ولا يبدا يعمل في مارون فاتح سي 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 ليسونسي نحيوه ما نزيدوهش 10 قارص اي جو سيترون سي تري امبورتون حتى جو سيترون وفازة أخرى حتى سا بو دوني كيك شوز دوريجينال هذا توش دو شيف سي كو تنجم تحط سكر فاني في الشحور نتاعك. سي كو يعطي اون بارفان نوت فانيي فهمت من الفوق.
بي فكره ولا. فكره دونك هذايا بالنسبه لليويو نفس العجينه عملنا بها قرن غزي امين نخليك بحذايا شيف باش نمشي لزميلتنا ناديه اللي موجوده معنا في رابط مباشر من القاصرين ومن بعد نرجعوا نكملوا لهم الغسيت ونعطيوهم شنو الفخس اللي موجوده في قرن الغزي. صباح النور ناديه ارتيبي، مرحبا بيك، نهارك طيب. صباح خير وصباح سعيد لكل مشاهدي في تونس. اليوم اخترنا ان نخرج من دواليب المدينه الى مناطق ريفيه في ولايه القصرين، اخترنا ان نطلع على الحياه الريفيه وخاصه متساكنات سفوح الجبال، جبال القصرين اللي كما نعرفوا جبال معناها على قد ما كانت عندها التاثير الايجابي على اهالي سفوحه الا انها اليوم عندها تاثير جلبي سلبي عفوا على المتساكنات. باش نخرج شويه على الحيز السلبي هذه وندخلوا في اشياء جميله تمتاز بها المناطق الريفيه مثل منطقه الوسعيه في التابعه لمعتمديه سبيتلا ولايه القصرين، المنطقه هذه اللي ترتكز اساسا الحياه عندهم على الصناعات التقليديه او على ماده الحرفه بالاساس، ونعرفوا انه في ولايه القصرين تقريبا عندنا 146 الف هكتار من الاراضي المزروعه او المنتجه لماده الحرفه اللي يستغلها كميات كبيره منها الشركه الوطنيه لعجين الحلفاء والورق، لكن كميات اخرى تستغلها النساء الريفيات في حرفياتهم في مهنيتهم لصنع اشكال مختلفه من الصناعات التقليديه. كما تشوفوا بجانبي هنا فما معروضات متميزه جدا جميله جدا من الصناعات التقليديه اللي تعتمد فيها النساء الريفيات على ماده الحلفاء. هذه المشاهد لكن قبل ما نوصلوا للمرحلة الأخيرة وللقطاعة المتميزة هذه والجميلة هذه فما مراحل شاقة كثيرة تمر بها المتساكنات في المناطق الريفية اللي هي باش توصل تصنع مثل هذه الأشكال اللي هي جمع الحلفاء من الأراضي منذ الساعة 6 صباحا إلى ما بعد 7 من كل يوم. أيضا فيما بعد فما نساء تكتوي أيديهن بالنيران باش تصبغ الحلفة، وفما بعد استعمال آلات أخرى لصناعة مثل هذه الأشكال. اخترنا اليوم أن نكونوا ضيوف عند اسمهن العمري، هذه الامرأة الشابة المناضلة اللي تسكن في سفح جبل سمامة في منطقة الوسعية اللي تخرج من ساعة صباح الأولى لجمع الحلفاء باش تصنع من باش تعبر على اللي داخلها من تميز، خاصه اني بالنسبه لها صناعه الحلفاء هي هوايه قبل انها تكون مورد رزق. صباح الخير. صباح الخير مرحبا بك معنا في التغطيه المباشره على في المباشر. نشوفوا انه الحلفه لك انت اكثر من انها تساعد معمل الحلفه، شنو تعني؟ الحالفة تعني لي هي خدمة، هي مورد الرزق متاعي وحتى متاع مورد رزق برشا نسيل هنا في الوسعية. انت صباح معناها تجيب الحالفة من الأراضي تقلعها ومن بعد تشوفوا انه فما معناها اشياء اخرى باقي تقوموا فيها. تبدا خضرة نقلعوها من الهنشير ولا من الجبل ونجيبوها تشوفي على عينك، نعملوا نحاسة هذية ونطيبوها اللون والالوان كل لون كيفيش، الاصفر والاخضر والوردي كل كيفاش نهبطوا، مع انه بلا قندويت بلا حتى شيء داية تتشوي بالنار خاطر صعيبه برشا صعيبه برشا. ها هو النار تشعل وها قديم معناها هي مورد رزق، لكن انت ايضا عندك معناها فن تشكيلي باقي تقومي به، فن باقي تعيش به، هوايه باقيه معناها ترسمي فيها جستي فيها من خلال الصناعات اللي تقومي بها. هي هوايتي المفضله الصناعه التقليديه الحالفه تحف وابدعت منها برشا حاجات كما تشوفوا. كيف احنا انه عندك برشا اشياء لو كان جيني منها اسمهان برشا اشياء قمت بها. اولا هذه بعد ما تسبقت الحلفه معناها فما الوان مختلفه، هي فما الوان مختلفه على عينيك، هو البني الوردي هو لهنا على كل لون ممزوج. منين تجيبي في الصبايغ ومنين تجيبي في الالتين؟ هذيك مشكلتنا الكبيره في الصبغه اللي نحن رانا ما نقدروش نشروها، بعيده في صفاقس في تونس بعيد علينا، وكي يجيبوها للهنا تبدا يجيبوها مثلا ب 10000 يزيدوا يبيعوها لك ب 20 دينار، معناها لا تنجمي تشتري من هنا ولا تنجمي تمشي للصفاقس بعيد عليك. هذا اللي خلانا ما نجمناش نقدموا للقدام ولا خدموا، وبرشا حاجات متعطلين فيها.
خلينا نحكي شويه على الاشكال المختلفه الجميله جدا اللي ابدعتي فيها واللي صنعتيها واللي يظهر لي المعرض الوحيد نتاعك المنطقه هذيا. ما تخليش ما تركيش في معارض اخرى. لا ما نمشيش ما يعيطوليش ما يقولوليش حتى شيء، ومع اني انا معناها حرفيه ممتازه مانيش نشكر في روحي اما على عينكم كل شيء. هاو تحب علاش ما تركيش في المعارض؟ ما يقولش لي حتى حد، ما قالوش لي هذيك كيفاش. من كيفاش تبيعي وتسوقي للاشكال الاشياء اللي انت تصنعي فيها؟ ما نبيعش، تجيني مراه ولا معناها من القاصرين من هنا تقول لي انا نحب نشري من عندك مثلا، نقول لها على كل سوم تاع قطعه لا تقول لي انا ما نقدرش لازمك تبيعيها لي بثلاثه واربع الاف وانا ما نجمش، خاطر تابع لها برشا، خاطر ايدي تشوت ايدي تحرقت بالنار، وهذا على عينكم تشوفوا في العافيه كيفاش شاعله وكيفاش نحاسها تطبخ، نهز الحلفه ونتشوى عليها ونخيط. قداش تعمل القطعه؟ القطعة كل قطعة مثلا كيفاش كيما ناخذوا هذه مثلا هذه هذا فاز نتاع ورد مختلف، مشكل فاز العادي ابتكرت وحدي يعني ما ثمش موارين برشا حاجات ابتكرتهم ديجا ما عنديش برشا، اما هذه يكفي كي تشوفوا هذه تنجموا اي حاجه نخدمها. اعطيني المكونات، عندنا حلفه، عندنا الحلفه بعد ما صبغت، عندنا انواع نتاع غرز باقي تعتمدي فيها، عندنا مواد معناها معدات باقي تعتمدي فيها، شنو المعدات تعتمديها وشنو انواع الغرز اللي موجوده؟ انواع الغرز عندنا الغرز الحلزونيه اللي نبدو بها هذه، ما نسيتش حنوريك كيفاش. هذه حلفه قصيناها هكا، وهذايا مثلا خيط او ابره وناخذ مثلا اوريك يعني رسمين لو خيط وحلفه هاي كيف هاك. طيب وش نخدم ها هو هذه الغرزه الحلزونيه اول حاجه، هذه حلفه مخصوصه باش نخدم به هاو كيفاش الخدمه هاي. ظل عينينا تتنقب معناها بالخزره والابره ظل تنقب في يدينا، وتجي وحده تقول انا نحب نشري من عندك ب 3000 وب 4000 وانا ما يساعدنيش معناها ماذا بي على معناها القديم، ونحب نخدم نحب نعمل مشروع كبير كيما الناس الكل. فما عندنا برشا نساء عملوا مشاريع ويخدموا على روحهم تو كان. ها هو قدامكم الخدمه ديجا، ها هي قدامكم ها. وانت علمتيها الغرزه الحلزونيه؟ الغرزه الحلزونيه هذيا علمنا سي بشير العمري جاب لنا يعني عندك تكوين عندك شهاده في الصناعات التقليديه هذه؟ عندي شهاده وعندي كل شيء ما يثبت عندي. شنو نجمو نصنعو من الحلفه؟ نجمو نصنع كل شيء، الحصير كيما تحبي ممزوج ابيض فيها الخليل فيها المشطه فيها معناها وش الورده الغزاله عندنا الهضومه كيما الحلو كيما الاشياء القطايع اللي انت عملتيهم كيما هذه هذه الطبي هذي وهذا كربي هذه الحلقه هذه الحلقه اللي يعني يستخدموها للمجوهرات الاكسسوارات نتاع النساء هذه ياخذوا فيها برشا بنات باهي. هذه القفه هذه القفه اللي برشا عرايسي يستعملوها في العرس. خلينا نمر بالكدا معناها انامل اسمها هان العمري شنو تنجم تعطي وشنو تنجم معناها تصنع. واسمها هان العمري خليني نقول فات ان هي عينه من مئات النساء الريفيات في منطقه الوسعيه اللي كما قلنا حياتهم ترتكز على ماده الحلفاء بالاساس، واللي يجتهدوا كثيرا ويقاوموا كثيرا ويجاهدوا كثيرا باش يوصلوا مثل القطاع هذه اللي تعتبر قطاع صناعيه متميزه تميز ولايه القصير. نعرف ان الحلفه من خصائص ولايه القصير، لكن الخيب في هذا كله انه ما يتمش الاستغلال الايجابي الى هذه الماده، وايضا ما يتمش دعم النساء الفيات لبعث مشاريع، خاصه انه نعرف فما برامج كبيره وتحصلت عليها عديد الحكومات عديد الوزارات لتنميه المناطق الريفيه اللي تستحق اللي حاجه به معناها النساء الريفيات وخاصه متساكنات سفوح الجبال هو التمويل لدعم مشاريعهم اكثر من انهم تحطوا على الوضعيات الاجتماعية المزرية اللي هما عايشينهم، لكن يحبوا يجتهدوا ويحبوا يقدموا ويحبوا معناها يعبروا على المناطق الريفية، يعبروا على ولاية القصرين على الأشياء الإيجابية في ولاية القصرين. وأكيد اسمها تبلغ صور البرنامج حفتني قالت لي نحب الناس اللي باش تبلغ صوتي نحب نبعث لهم تحية خاصة واللي حاجتها
يستحق هو التمويل بشكل اساسي للقيام وللنهوض بمثل هذه الصناعات، واللي كما تعرفوا صناعات تقليديه مهمه ومتميزه واسعارها باهظه. هي تبيع القطع ب 43000 معناها دينار فقط، في الوقت اللي قطع ابسط قطع تعمل 30 و40 دينار، وهذا اللي شاهدناه من خلال تغطيتنا الى اليوم الوطني للصناعات التقليديه في ولايه القصرين. واضح، شكرا لك ناديه، تحيه لك، تحيه لاسمهان يعطيها الصحه. شفنا اسمهان حكيت على الخدمه كيفاش قد كدينا تتحرق بالنار والبره وعينينا تتعب، ومن بعد نبيعوا قطعه ب 3000 وقت اللي هي تقوم عليها 6 نتاع الصباح حتى ل 7 نتاع العشيه باش تجمع الحلفه وتصبغها وتعمل بها الغرزه وتخدم الخدمه هذيك الكل، ما طلبتش اعانه، ما طلبتش مساعده، ما طلبتش منحه، ما طلبت حتى شيء، طلبت انها تخدم وتوفروا لها المواد الاوليه باش تخدم. دونك ماذا بينا لو كان المسؤولين تقول ما نسمعوش بالمعارض، علاش ما يسمعوش بالمعارض؟ سيد الوالي، سيد المعتمد، نسي هذوما اللي موجودين في جبل سمامه، وانت تعرف الخطر اللي يتمثل في الخط هذاك نتاع جبل سمامه، علاش ما ندعموهمش؟ علاش ما نشجعوهمش؟ فما معارض قاعده تصير، علاش المعارض اللي تصير في المندوبيات الجهويه تمشي كان للناس المعروفين؟ علاش الناس هذوما ما نشجعوهمش وما نقولولهمش اللي راهو مازال فما امكانيه انكم تتطوروا، انكم تخدموا؟ ناس تحب تخدم ماهيش طالبه انه نعاونوها والا نساعدوها على وضعيتها الاجتماعيه، وهذم هما الناس اللي يلزمنا اليوم نشجعوهم على خاطر تعبين واقفين بالخدمه مش بالطلبات اللي تحب ديما ببلاش وهي تنساعدوهم كهو. دونك يعطيك الصحه اسمهان، تحيه من خلالك للنساء اللي موجودين في جبل سمامه الكل، ويعطيكم الصحه وان شاء الله موافقين. السيده للمخرجه عجبوها برشا لي زارتيكل اللي كنا نشوفوا فيهم وتحب انهم يكونوا موجودين معنا هوني في ديكور ستوديو. دونك باش نتنقلوا للقصرين، امال حضر روحك ماشيين للقصرين باش نطلعوا لجبل سمامه ونمشيو نشريو حاجات من اللي موجودين عند اسمهان والنساء اللي معاها الكل. دونك نرجعوا احنا للغسات نتاعنا شيف، وقلنا عندنا قرن غزير بنفس الغسات اللي عطيناها قبيله نتاع اليويو. انا باش نقول لك شنو نتفكر وانت قول لي كان نسيت حاجه. دونك عندنا كيس حليب، كيس شطر زيت زيتونه وشطر زيت نباتي، 4 كعبات عظم، زوز بكويت خميره، وشنو اخر؟ ومن بعد نقعدوا نلموا بشويه بشويه بالفارينه حتى لين تتلم العجينه اللي هي باش تقعد تلصق في اليدين، نخليوها ترتاح 20 دقيقه، ومن بعد نبلوا يدينا بشويه فارينه ونعاودوا نرجعوا نلموها. حفظ درسي؟ ريت كيفاش؟ زيد اللي يحب الكوجينه يحب الكوجينه. دونك نفس الغوسيت هذه نجموا نحلوها ورقه جويده ونعملوها فاخس، نعملوها حشو وتكون عندنا قرن غزي. اعطينا لي زيتاب ترا. اكزومبل توا الفاخس هذيك هي اباز دو سيزام جوجلان ولا موند. اي. جوست امبل توريفيكاسيون، توريفيكاسيون شو معناها نحكي باللغه الفرنسيه. اما راهو الفروي سيك جينيرالمون نحمروهم شويه في الكوشه. داكوغ؟ فما ميثود ليكول اللي يحمروا في الكوشه، وفما اون اوتر ايكول اللي يعملوها دون اون بوال في مقله. اي. جوست ليجيرمون كاراميليزي. نزيدوها رشه سكر. رشه سكر فوالا. حتى هذيك تعطي ان جو. تولي كروستيون وحلوه. فوالا وصبح حلو. هذاك اش عملت اكزاكتومون في الفخس في القرن غزال. والبات كيف نحلوها؟ نحلوها بالقلقال، قداش الخشن نتاع البات باش ما تكونش زاده ياسر عجينه. بارابور سا نحلوها بون، نقولوا احنا اليويو فما لان سنتيمتر. داكوغ؟ لهنا اقل شوي، معناتها تحلها فينمون. اي. تحلوها فين، خاطر انت باش تتويها، دونك هي باش تولي دوبل. فهمت؟ دونك هذاك علاش لازمك تحلها فين. نجودوا على قد ما نجم. نجودوا على قد ما نجم. نحطوا الفارس في الوسط، وبعد نسكروا كانك تعمل في بريك ولا تعمل في بريك دانوني فوالا ولا سبعة. باش نلصقوها ولا تلصق وحدها العجينه؟ تلصق وحدها فاسيلمون، ولا سينو هكا شويه حتى اصفر عظم، جون دوف. اي. جوست في الغبوغ، معناها في الحرف الاخراني، ونسكروا. كاو بعد تقليه نفس التكنيك، زيت سخون ومن بعد نقصوا ولا كيفاش؟ ما نصورش جون دوف، هي شفت بات كولونت ديجا، هي تلصق بطبيعتها. دونك ما نسحقوش. باهي، دونك قلنا بالنسبه للقليان شيف كيما اليويو نفس التكنيك، معناها لازم يكون الزيت حامي ومن بعد نحطوها ونقصوا. فوالا، انت تحط بلونج من هنا تخليها تحسب 3 سكوند، واحد اثنين ثلاثه، ونقص الغاز. نقص الغاز خليها تيب شويه في عقلها، فهمتي ولا؟ دي كو ال برون لا كولوراسيون اللي حاجتي بها سافا. انا راني جينيرالمون نحيها اقل شويه من كولور، معناتها مارون كلير نحيها، خاطر ديجا مع شهور باش تزيد يعطيها كولور سوبيريور. باهي. باهي. دونك ونفس الشهور نتاع اليويو يكون فالابل زاد القرن غزال. باهي. يعطيك الصحه شيف، ميرسي بوكو. دونك هذه كانت دبارت اليوم كما شفتوا بنفس البات، نجموا نعملوا يويو، نجموا نعملوا زاد قرن غزال اللي هو جينيرالمون معروف بالفيكيا، ما ينجم واحد يبدل الفخ زعما لو كان نحبوا حاجه هكا نغيروا شويه على حسب الاذواق. بيان سور بيان سور. شوف الكوجينه فاست عادي، وما كنتش نتصور اللي كانوا اليونان يعملوا كيفنا.
باش يعملوا هكا كيفنا يعملوا كيفنا يعملوا كيفنا عندهم في التراديسيون نتاعهم نفس العجينه نتاع اليوم نتاعنا ويفرسيوها بالمعجون معجون ديري نتاع كرموس نتاع 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 فرامبواز نتاع اما نتصور يعملهم اصغر الكعبات اي بيان سور اما فكره نجربوها نينا برشا بي يعطيك الصحة شيف ميرسي بوكو دونك مكملين معاكم بعد شوية باش نتحطوا على الانتخابات البلدية ما راجعين بعد ما نشوفوا الفقرة هذه.